سلام الله عليكم وأهلا بكم ضمن موعدنا. قالت الصحف، والذي نطلع فيه على الصحف المغاربية الصادرة اليوم، وفي بدايتها كالعادة نطلع على الصحف الجزائرية التي نبدأ قراءتها من صحيفة الجزائر. في صحيفة الجزائر نقرأ: حرب وشيكة على حدود الجزائر الجنوبية. في عنوان آخر قالت الجزائر، قال إن الوقت كفيل بالرد على المنتقدين لسياسة الحكومة يحيى: لا نخيف الشعب والجزائر ستتجاوز أزمتها المالية. نتحول إلى قراءة صحيفة الشروق اليومي، وعنوان بارز في أعلى الصفحة: التجمع يشتكي تحيز لولات، والجبهة تقول إنها الرقم الأول في البلاد، التيار لا يمر بين الأرندي والأفلان بسبب الانتخابات. في عنوان آخر نقرأ: إضراب مفاجئ لتقنية الصيانة، والعدالة تفصل بعدم شرعيته، فوضى، احتجاج ومشردون في المطارات. وهي إشارة من صحيفة الشروق اليومي لإضراب مفاجئ لتقنية الصيانة للخطوط الجوية الجزائرية. نتحول لقراءة صحيفة الوسط التي أوردت في صفحتها الأولى: شكيب خليل يشعل فتيل الصراع بين يحيى وولد عباس. في أعلى الصفحة الأولى لصحيفة الوسط نقرأ: الأحزاب والأحرار يتحصلون على حصتهم في وسائل الإعلام. في صحيفة الموعد اليومي نقرأ: 29 دولة ومنظمات إقليمية تبحث مكافحة التطرف والإرهاب بالجزائر. عنوان آخر: ويحيى يبرئ شكيب خليل. هذا العنوان أوردته صحيفة الموعد اليومي، وتقول أن اعتبر أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحق شكيب خليل هي فضيحة سوناطراك ظلم كبير. أو في فضيحة سوناطراك ظلم كبير، ويحيى يبرئ شكيب خليل. نتحول لقراءة الصفحة الأولى لصحيفة الخبر اليومي في عنوان بارز: الحكومة تعجز عن كبح فاتورة الاستيراد، مرشحة لأن تتجاوز 43 مليار دولار هذه السنة. في صحيفة لوسوارد الجيري في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ: ويحيى يتجه نحو التهدئة، وولد عباس يتفادى الفوضى الكلامية. هذا ما قالته لوسوارد، وهذه أهم الملفات والعناوين التي تناولتها الصحف الصادرة هذا الصباح في الجزائر. ينضم إلينا إذن من الجزائر يونس شرقي، صحفي. يونس شرقي، بعد ترحيبي بك، كيف تقرأ الإجراءات الاقتصادية التي أشارت إليها الصحف هذا الصباح، والمتعلقة بمثلا الحكومة تعجز عن كبح فاتورة الاستيراد، فيما يطمئن ويحيى المواطنين بأن الجزائر ستتجاوز أزمتها؟ مساء الخير صديق عبد السميع، شكرا على هذه الاستضافة. قراءتي لهذه الإجراءات التي قدمها السيد أحمد يحيى في مشروع حكومته الجديدة للبرلمان، والتي باشر بتنفيذها، هي إجراءات تعبر عن حكومة حرب اقتصادية على ما تبقى من الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطن الجزائري. حالة الاستيراد أو إصدار رخص للاستيراد لكل المواد التي يستهلكها المواطن الجزائري جعلت من القدرة المعيشية لهذا المواطن تزداد تدهورا، وأن كثير من المواد الأساسية في البناء وفي يعني المستهلكة في حياة المواطن اليومية مفقودة، وثمنها قد يعني ارتفع بشكل رهيب. هذه الحكومة التي لجأت إلى الحلول السهلة والحلول العاجلة والمفاجئة يعني أزمة السيولة النقدية بالعملة الصعبة والتي تسبب فيها الأزمة النفطية، لم يكن السيد عبد المجيد تبون الذي سبقه قد باشر بها أو قد يعني هدد بها، في حين أن السيد أحمد يحيى مباشرة جاء بتطبيق هذه الإجراءات التي عجلت بقدوم الأزمة الاقتصادية للمواطن الجزائري، واليوم باتت واضحة على يومية المواطن الجزائري. المواطن الجزائري اليوم يشعر بهذه الأزمة في يوميته بشكل واضح ويعني فظيع، قبل صدور حتى قانون المالية 2018، خاصة يعني ارتفاع
العمله الصعبه لليورو في السوق السوداء. نعم يونس شرقي، قانون القرض والنقد. نعم يونس شرقي، فيما يتمثل إحساس المواطن في هذه الأزمة الاقتصادية، هل تريد أن تشير إلى ضعف القدرة الشرائية؟ هل تريد أن تشير إلى ضعف قدرة الدينار على مسايرة غلاء الأسعار في الجزائر؟ هل تريد أن تتحدث عن غلاء الصرف في السوق الموازية؟ لا أتحدث، يعني أنا أعيش في منطقة داخلية بالجزائر وعني محتك يعني بالواقع الاجتماعي لهذا المواطن. تخيل أن آلاف النجارين قد توقفوا عن عملهم لعدم وجود المادة الأساسية لمهنتهم ولحرفتهم والخشب التي تم توقيف استيرادها. يعني آلاف من الحرفيين في مجال الألمنيوم ولا الحرف المتصلة بمواد البناء والأكسسوارات الخاصة بالبناء توقفت هذه الحرف نظير يعني بسبب إلغاء الاستيراد أو توقيف الاستيراد المواد الأساسية لهذه الحرف. الكثير من الأدوات الكهرومنزلية التي يتم استيرادها التي لم يتم تصنيعها لحد الآن في الجزائر ولا يتم تصنيعها في الجزائر، يعني ارتفعت أثمانها بحوالي 50% لحد الآن وأسعارها لا زالت ترتفع. كل شيء زاد سعره خاصة في المواد الأساسية للبناء ولتطوير حياة المواطن. سعر الصرف كان قبل قدوم السيد أحمد أويحيى في السوق السوداء يصل إلى 195 دينار مقابل اليورو واحد، اليوم هو في 209 إلى 210 دينار لليورو واحد. هذه هي ملامح الأزمة اليوم، يعني وننتظر أن السيد أحمد أويحيى يوم أمس يتحدث في الإذاعة الوطنية الإذاعة الثالثة على أن يعني زيادة التضخم وأن سقوط سعر الدينار ليس مرده لقانون القرض والنقد ولطبع التمويل غير التقليدي الذي أقره في هذا القانون، وإنما لأسباب يعني بالإشاعات. فما بالك حينما يتم ضخ هذه الأموال التي نعتبرها أنها أموال مزيفة وغير حقيقية وغير موجودة في الواقع الاقتصادي الجزائري، حينما يتم ضخها في دورة الاقتصاد الجزائري، كيف سيصل سعر الدينار في مقابل العملة الصعبة؟ وما يعني وكيف ستصبح القدرة المعيشية للمواطن أمام يعني ندرة المواد المستعملة والمواد الأساسية التي يستهلكها المواطن الجزائري في مقابل تجمد وتوقف الأجور عند الحد الذي كانت يعني موجودة عليه في سنة 2006؟ نعم. واليوم بعد 11 سنة تغير كل المعطيات. نعم، في هذه الصورة السوداوية نوعا ما التي تميز الاقتصاد الجزائري مثل ما يشير الخبراء والمحللون، هناك جانب آخر يتعلق باستمرار الفساد، استمرار انتعاش الفساد على مستوى الكثير من الإدارات، على مستوى الكثير من المواقع، وخصوصا فيما يتعلق بكبريات الشركات الوطنية. كانت العدالة قد تابعت متهمين في قضية ما يسمى بسوناتراك واحد وسوناتراك اثنين، و الوزير الأول أحمد أويحيى في تصريحه يوم أمس يضع نفسه في موضع العدالة ويبرئ شكيب خليل، كيف تقرأ هذا التصريح؟ اولا انا اتحدث عن يعني موقع السيد احمد أويحيى يوم امس حينما تدخل في الاذاعه، وكانت الاذاعه وكان هو كذلك يصران على تقديمه بصفه الامين العام للأراندي كحزب موالي وحزب شريك في هذه السلطه، ولم يتجرأ على الحديث باسمه او بصفته كوزير اول للحكومه الجزائريه. ثاني شيء انه برجل يعني رجل المفروض انه يكون رجل دوله ويعني من صناع القرار في هذه الدولة الجزائرية، كيف له أن يتدخل في قرارات العدالة وأن يعلق على قرارات العدالة؟ قرارات العدالة من المفروض أنها تكون سيادية وأنها تكون يعني مقدسة داخل العدالة، وقرارات العدالة لا تناقش إلا داخل يعني منبر العدالة وليس بتعليقات. هم يعاقبون الصحفيين ويعاقبون المواطنين الذين يعلقون على قرارات العدالة، في حين هو يتجرأ على التعليق على قرارات العدالة وعلى التشكيك حتى في دوافع إصدار مذكرة التوقيف يعني في حق السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق. وأن هذه مع العلم
ان النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر السيد بوقاسم زغماتي الذي اصدر مذكره التوقيف هذه هو حاليا هو النائب العام للمحكمه العليا، وبالتالي كيف يعلق على قرارات عداله او لاجراءات قضائيه بحته ويعني